الباب عندك. فأول ما قبل كل شيء نشكر الحضور الكريم لتلبية الدعوة. الاجتماع اليوم وذلك بعقد جمعه العام الذي نرم من خلاله تشكيل المكتب وانتخاب أعضاء المكتب المنتهية ولايتهم. وكذلك عندنا مشروع، المشروع ديال هذه الملفات اللي كيتطلب في السلة، لأن دابا عندنا أكثر من 1500 ملف، عندنا مشروع ديال جمع المعطيات ديال هذه الملفات. نجي لله نسأل لله، وكنا ضحايا، كنا عشنا معاناة، وفعلا ما يعني للأسف الشديد، حنا رانا في الانتقاء، استطعنا أن نصل بهذا الملف إلى مستوى جد بعيد. ولتحقيق هذا المبتغى الزامن توفر مجموعه من الشروط الضروريه. كما قامت الجمعيه بتحقيق الدعم الماليه من جهه الملك، وخاصه اذا علمنا بان الملفات التي تم جمعها يلزمها اعتمادات ماليه كبيره لاجل برمجتها وبالتالي تقديمها الى المنتظم الدولي لمنظمه حقوق الانسان بجنيف. ولهذا يشرفني ان اقدم لك التقرير في هذا اليوم 13/2012. عندنا داكشي اللي شفناه، ولكن والدينا شويه في الاخبار ذاكره ديالهم احسن. المهم في مثل هذه الجمعيه وزاد صدات قريب من 300 ملف، يعني هما مازال ما نجمعوا، ولهذا هذا هو اللي وصلنا عليه الارقام دابا. راه شيء عظيم، راه حتى شي جمعيه ما استحقت، يعني ما دارش الاستحقاق ديال الجمع ديال هذه الملفات. راه حتى مشينا ان شاء الله غادي نديروا مكتب دراسه والحكومه توفيق. اجتمعنا فيها وغادي راه نتكلم عنها. اللي يدفع شي ملف راه ياخذ الحق ديالو، اللي ما دفعش شي ملف ديالو ما عندها لا في ديالو. خلصنا طريقة وقعين مشكلة وقبل جمع تنسى، ولكن القضية اللي زي ما تنسى.
والرأي يعود له. شكون اللي بغيت يكون رئيس؟ أنا بغيت نشكلو مكتب جديد على ما أظن ما خصوش يكون أكثر من 9 ديال الأفراد باش يكون واحد التجاوب ما بين الأعضاء الداخلية. السلام عليكم، اسمي الداودي نور الدين من مواليد وهران 19/7/1967، كنت رئيسا للجمعية اليوم 13/10/2012، إن شاء الله أكمل هذه المسيرة اللي كنت أناضل فيها مدة طويلة، نطالب الحقوق الذي ضاعت بين أيدينا هذه مدة 37 سنة. الجريمة التي ارتكبتها الدولة الجزائرية إن شاء الله قادمون إلى الأمم المتحدة بجنيف. اليوم ننادي المطرودين داخل المغرب وخارج المغرب أن يلحقوا بنا بملفات الذي تتكون موثقين ولم عندهم موثقين أن يأتوا عندنا إلى المكتب بمدينة الناظور شارع جيش الملكي الطابق الثاني الرقم 74 والهاتف ديال الجمعية 0661 40 96 86، ويلتحقنا يعني عبر الهاتف لم يعرفوا المقر، ونحن إن شاء الله نأتي عندهم في القريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرنا اليوم بمدينة ناظور لتجديد المكتب الجمعية الذي سيواصل كفاحه ونضاله. نطالب من المجتمع المدني الحقوقي والمؤسسات السياسية أن تقف إلى جانب هذه الفئة العريضة من الضحايا. عقد المكتب المسير لجمعية المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 الجمع العام الثاني لتجديد وتأسيس آلية تجديد وانتخاب أعضاء المكتب الوطني الجديد تحت شعار الاستمرارية ضمان لحقوقنا ودفاع عن كرامتنا. هذا الاجتماع كان من خلاله درسنا مجموعة من المسائل، وهو يعني درنا أول تواصل مع المواطنين الضحايا وكذلك إعلامهم بالمستجدات المكتب والإصلاحات والأعمال التي قام بها المكتب خلال السنتين السالفتين. كذلك ارتئينا من خلال هذا الاجتماع أن نعتمد على مجموعة من المبادئ ومجموعة من الدعامات التي يجب أن ترتكز أولا على التضامن تماسك وكذلك تبادل الخبرات وكذلك تحديد استراتيجية محددة والوقوف على مجموعة من المعطيات من أجل الاستمرارية المكتب والوصول إلى الأهداف المنشودة. كنهضر على المكتب ديالنا الجديد إن شاء الله يكون بالتوفيق، وحنا بغينا نور الدين ما بغيناش حد اخر، بغينا المسؤولين ديالنا يقعدوا كيما كاينين والجمهور ديالنا عاود المطرودين كاع يكونوا في يد وحده ويتضامنوا مع واحد مع واحد بحال العيالات بحال الرجال واحد واحد كيف حنا خوت عائله وحده. ونتمنوا التوفيق ان شاء الله، ونتمنوا الوزارات ديالنا ديال الداخليه والخارجيه يشوفوا عند حالنا وصافي. وهذاك الفلسطين علاش داروا لنا هما هذا الشيء بحال فلسطين؟ هاد الشيء داروها على فلسطين، هما راهم داروها لنا المغاربة. لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أطلق الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية، والدمع تذرف من خد عيناها، باتت من الفقر فاحمرت مدامعها، واصفرت من جوع محياها. هذا الشعر كنقوله للجزائريين ويكون كنقروا على فلسطين، ولكن هما لا
كبرنا بالمحايل، كبرنا في المشاكل، وانا عارف المشاكل. والسلام عليكم. احنا راه درنا واحد المكتب هنا جديد، وكلفنا السيد الداودي نور الدين الله يخليه لنا، اللي كنطلبوا من الله ومن جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، يشوف من حنا ويشوفوا من حنا حتى المسؤولين اللي كاين في الناظور، ويشوف من حنا حتى السيد العامل اللي وعدنا جديد في الناظور. الله يكثر خيرهم، الله يطور عمرهم. واللي كنقول عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس، والسلام. كنت في الدار ديالنا قاعده، وبا والوالي مشاو يجيبوا لي الزهاج. ملي مشاو يزهجوا لي حتى نلقى واحد ثلاثه نتاع الناس رجال، وقلت لهم مالكم؟ المهم جروني بالسيف، قالوا لي حنايا بوليس. قلت له عطوني باش نعرفكم بوليس، ما بغاوش. المهم جروني من الشعر وانا دايره الحنه في يديا، جروني ما عرفش راسي فين. قالوا لي فوتي المروكيه لبلادك، صافي حكمتني لك حست علينا. ما جيت لينا يا المغرب ما عرفتش راسي انا فين. المهم فين ما جانين بات في في الشارع، فين ما جانين بات. كانت عندي 20 سنه، ما لقيتش اللي غادي حد اللي غادي يحضني، وزعما ما عرفتش، ما عنديش انا العائله، ما نعرفش انا عائلتي في مطرحش، وكان ما نعرفهمش، راني بوحدي هنايا في المغرب. وملي المهم بقيت نبات، لقيت واحد الراجل، هو يدين عنده واحد الراجل كبير قد الوالد ديالي. المهم شد عليا الباب وتزوجت به، ولكن ما بلا عقد بلا حتى حاجه. حتى دازت واحد المده طويله، جا الوالد ديالي يقلب عليا. ملي قلب عليا مشى لواحد البلاصه تما يقولوا لها كارسيف، ما لقانيش. ما عرفتش واحد، المهم قالوا لها هي واحد المراه في الناظور بنتك شفناها بحال المحبوله بحال. المهم انا ما عقلاش على راسي، بقى يتصل هكذاك الوالد يقلب عليا حتى لقاني عند هذا السيد راجل كبير. وملي لقاني عند هذاك الراجل قال لها كيفاش بنتي اتصلت؟ ديال المخزن البوليس. قال لها انا يا بنتك انا يا راني درت فيها الخير واها. قال لها مين درت بها الخير؟ علاش تزوجت بها بلا قانون بلا والو؟ قال لها ما عندها لا عقد زياد لا حتى حاجه. المهم الوالد ديالي مشى رجع لي تلمسان وجاب لي لا داك العقد زياد ديالي وداك الشيء. المهم دار لي القوانين، صافي بقيت عايشه لينا. ولكن المشكل ديالي انا خوتي الان ما نعرفهمش كي دايرين.